خلي نطلق انا واخا نضحك ماشي مشكلة والله سير على الله عطيه العصا دابا واخا تعاوني كتصوري كتصوري واخا كاين خيزو كيقولوا لي هما بطاجوي الجعدة فوالا واش كتصوري ولا قطع؟ السلام عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو غيكون سبيسيال، ماشي بحال الشيوات اللي مولفين كتشوفوا. اليوم كيف شفتوا كاين السوشي اللي الزوج ديالي هو اللي غادي يقدمهم معاكم، لانه هو سبيسيال فيهم وكي يعني كيعملوا مزيانين. دونك نخليكم مع الفيديو تشوفوا طريقة تحضير السوشي منزلي، ونتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم معنا في هذا رمضان. كنتمنى يكون دخل عليكم بصحة وسلامة. فوالا قررت نشارك معكم واحد الشهيوة اللي ماشي كناكلوها دايما وما متوفراش دايما الا في لي ريستورون. اليوم انا غنقدمها لكم منزليه. فوالا انا وهي السوشي. فوالا كاين الناس اللي عزيز عليهم بزاف، وانا الوالد قالت لي عافاك ولدي وريني كيفاش كدير لي سوشي. فوالا داكشي علاش ندير هذا الفيديو. المكونات اللي كنحتاجو ليهم في هاد الوصفه، اول حاجه هو الرز. الرز سبيسيال كاين الرز ديال لي سوشي، كاين في لي كونت سيرفاس، كاين في لي سوبر مارشي، هادي المهم متوفر مرجان لهاد في المغرب، اما الناس الاخرى موجود عندهم. فوالا حتى الا ما كاينش الرز يمكن تديرو شي رز يكون الحبه ديالو شويه غليظه، فوالا تكون شويه غليظه الحبه ديالو، باش حتى ملي كتسلقوه كيتعجن واحد شويه كيولي كيتلصق. ثاني مكون اللي كنحتاجو ليه في هاد في لي سوشي وهاد الفينيغ، هذا الخل ديال الرز، فينيغ دو ري. فوالا هذا مهم. ثالث المكون اللي ضروري هو هاد الوريقات ديال لي نوغي، دوك لي زالك ديال البحر اللي كندور فيهم لي سوشي. فوالا كيكونوا كحل، انا من بعد غنوريهم لكم. اما بالنسبه للحشو يمكن الانسان يدير اي حاجه عنده في الدار، ماشي بالضروري يكون عنده سوشي يكون عنده سومو ولا طون ولا هادي. المهم انا اليوم غادي ندير لكم طون. نورمالمون في السوشي كيكون طون فخي خضر، انا غادي لكم غير ديال لي بواط باسكو في المغرب ما كنبغيوش ناكلو حاجه خضراء. فوالا هذا الطون ديال لي بواط اللي كيكون ماشي فيه الزيت، كيكون فيه الماء. فوالا هادو لي طريفات ديال الكاروت خيزو، هادي لافوكا. بالنسبه للطريفات ديال الخيزو انا سلقتهم نص سلقه باش ما يجيش قاصح وسط دوك لي ماكي ولا وسط لي سوشي. هادي لافوكا حتى هي مقطعه على الطريفات. هادو لي باتونيت ديال السوغيمي ولا السوغيمي دكرا، وهذا لي كونكومبر. هنايا خديت طريفات ديال السومون، كاين اللي بغيتو يمكن ديرو سومون مدخن ولا فيمي ولا سومون فخي على حسب اللي بغيتو. وكنحتاجو شويه ديال الزنجلان سيزان، كاين البيض والزنجلان العادي اللي كنخدمو بيه حنايا في الكوزينه المغربيه. فوالا اول حاجه وضروري كنت غنسى ليكم، ضروري تكون عندك هاد الطابي بحال هكا. فوالا باش كنلويو بها وكنزيرو داك دوك لي بودان ديال لي سوشي. فوالا هادي حتى الا ما كانتش عندكم هاد الطابي يمكن الانسان يدير شي باغ اكزومبل دوك لي مول ديال لي كيكونو مصيبين بالسيليكون، لي طاب ديال السيليكون يمكن تخدم بيهم وتزير بيهم. فوالا حتى هادوك تقدر تخدم بيهم. اوكي اول حاجة الطريقة ديال التحضير ديال الرز. بالنسبة للتحضير ديال الرز اول حاجة كنديرو هو ان كنغسلوه بالماء. انا غنوريكم كيفاش كنديرو، انا ديجا بريباريتو، هذا غير غادي نوريكم. فوالا كتغسلو الماء، كتخويو الماء على الرز هكا. فوالا وكتغسلو حتى داك النشا ما كيبقاش، انا غادي نغسلو غادي يولي الماء غيولي بيض. فوالا كتحاول تغسلو واحد مره ولا جوج. فوالا بحال هكا راه كيبان لكم الماء بدا كي بحال فيه البيوضيه.
كتبقى تغسلو وتشللو وتغسلو حتى كيولي الماء صافي. فوالا اوكي، انا غادي نحيد هذا، تحيدي فوالا. من بعد كنشدو داك الرز اللي سلقناه، كنسلقو بطريقة السلق ديالو راه عادية بحال الرز العادي، كنخليو حتى كيتعجن شوية. ملي كيوجد الرز في الطياب ديالو، كنحطوه في شي إناء باش يبرد. ملي كيكون كيبرد، حنا كنحضرو الفينيغ. هذا كناخدو 7 ديال المعلقات من هذا، كنديرهم في كاسرونة، كنديرو عليهم معلقة ديال الملحة وثلاثة معلقات ديال السكر، وكنحركهم حتى كنقدرو نحطوهم سواء نسخنو في الميكرووند سواء نسخنو في فوق البوطة، المهم حتى كيدوب داك السكر مزيان. ملي كيدوب كنشدوه كنخلوه على الرز، ملي كنخلوه على الرز كيولي بحال هكا. فوالا دابا هذا الرز هو باش غادي نخدمو. فوالا كيكون فيه ديك كيبرد، ملي كيكون مازال سخون الرز، ملي كتحيدو من الكاسرونة باش يبرد، كيكون باقي فيه شويه سخونيه، كتخوي عليه داك الفينيغ مع الملح والسكر، كيكونوا مخلطين، وكتحاول تخلطو بمعلقه شويه 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 حتى كيعقد راسو. فوالا فوالا، غادي نوريكم الطريقه ديال الحشو ديال لي زالك ديال لي ماكي. فوالا كنحاول نجبدو نهزو الرز اللي وجدنا ونبقاو ندعكو فيه هنايا، نعمرو هاد الورقه، كنخلي واحد شويه هنا خاويه باش ملي كندورها كتلصق لينا. فوالا انا ديجا صبغتكم واحد شويه بريباريت. فوالا كان خصنا شويه ديال الماء هنايا باش ما يبقاش يلصق لينا الرز في يدينا ضروري. اوكي نسيت ما وريتكم واحد لاصوص ديال الوزابي، كتكون وسط منه، كنديروا ليها بحال هكا، هي شويه حاره، كاين كيقدر عليها كاين ما كيقدرش عليها، كنديروا غير شويه غير بصبعنا بحال هكا وريك بعين النسمه ديالها. فوالا كنحاولوا نبزطوا هذا الرز مزيان، فوالا نشموا الريحه ديالو وزابي. فوالا يا راه شويه مجهده، راه بزاف الناس كيعرفوها. فوالا ندير شويه ديال الكاروت، واحد ديال الكركم، فوالا ندير واحد المقصود ديال السمنة. فوالا كيما صافا جبتو، باش نزيدو شي لابوكا حتى هي ماشي مشكل، كلشي غادي يتجمع في الاخر. فوالا داك الطابي اللي عندنا اللي وريتكم في الاول بحال ديال الخشب، هذاك كيعاوننا باش كنروليو. بسم الله على بركة الله، بسم الله، نديرو بحال هكا. هذا كيعاوننا باش كنجمعوها كنزيرو مزيان وكنشكلو داك السوشي ديالنا، كندفعو عاوتاني بحال هكا كتجي بالدورة كاملة. حنا كنحاولو نزيرو بحال هكا حتى كياخد القالب ديالو، فوالا كيخرج بحال هكا، نحاولو معاه هنايا باش ميخرجش لنا. من بعد حنا كنقطعو باش كنجيبو دوك الديكور ديالو اللي كيجي اللي كنقدموه به. فوالا هادو هانتوما، شوفو داك كيفاش كيجي الحشوة ملي غتقطع، غنوريكم كيفاش غتجي. فوالا بالنسبة لهادو، هادو هما اللي بغيت سوشي. وانا كنصايبوهم كنحاولو نقبط واحد كميشة ديال الرز وكنزيرو عليها مزيان، كنحاولو نصايبو بحال دوك القطيبات ديال الكفتة اللي كنديروهم باش كنشويو، غير هما كيجيو بالرز. ومن بعد كنشدو كنحطو فوق منهم واحد الفيني ديال السومو ولا فيني ديال سوغيمي ولا الطون ولا اللي كان عندكم باش نخدمو. ثاني حاجه كتشدو داك لي الوراق ديال لي نوغي كنقطعهم على حسب شكل السميطات وباش كنزيروهم وسنا باش كيعطي واحد المنظر وسنا بحال هكا. اما هذا الشكل هذا كنقولوا ليه الكاليفورنيان رولز. وانا كنشدو ديك الورقه ديال النوغي كنحطوها فوق الطابي، كنعمروها من الرز مزيان وكنضغطوا عليه مزيان باش يلصق فوق ديك الورقه، كنحاولوا نغطيو السطح ديال الورقه كامل. انا كما كتشوفوا دابا، وضروري تكون حداكم واحد زليفه ديال الماء ولا شي حاجه باش كتحيدوا داك الرز، حيت كيكون كيلصق في اليدين مزيان، فهمتيني كيكون كيلصق بزاف حتى بالنسبه ملي كتبغي تقطعو. من بعد انا غنوريكم.
فوالا كتعمر ديك الورقه مزيان وكت من بعد كنشدوها كنديرو عليها شويه ديال الزنجلان. كاين داك الزنجلان ديال الوزابي، انا عندي هذا الابيض، كاين واحد خضر وكاين واحد كحل. انا عندي الزنجلان ديالنا العادي اللي كنخدمو به وعندي الابيض، فوالا كنديروهم من فوق من داك الروز. من بعد ما كنديروهم من فوق الروز كنشدو يدينا وكنضغطو عليه مزيان باش كيلصق، فوالا عاد كنشدو. من بعد كنديرو السلوفان فوق منه وكنقطعوه على قطو وكنقلبوه، عاد كنعمروه من الداخل. من بعد ما كنحشو هادوك لي ماكي كنقبطوهم في ديك الطابي ديالو وكنروليوهم مزيان وكنحاولو ما امكن نجمعو عندنا. فوالا كنزيرو باش كياخد داك الشكل ديالو، فوالا نتوما كيما كتشوفو داك كيجي على شكل بودا. من بعد انا غنوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالو، وما حاول ما امكن تزيرو باش كياخد ديك لا فورم ديالو. فوالا كوم سا. بالنسبه للتقطاع كما شفتو خاص يكون ضروري يكون عندكم واحد الموست اللي كيكون حاد بزاف ماضي، وشاك فوا كتقطع كتحاول تغسل داك الموس باش ما كيبقاش لاصق فيه الروز، لان الروز كيتعلق وتنمو كيتعلق كيبدا الموس كيبدا يحفى. ملي كيحفى كيخسر لك لا فورم ديال هذاك الماكي ولا ديك الكاليفورنيين رولز ولا فوالا. كل ما كان ماضي كل ما كان كيسهل عليك التقطيعه. ومن بعد نتوما كتقدموهم كما شفتو انا قطعتهم، شوفو نتوما كتقدموهم بالطريقه اللي حبيتهم. فوالا انا هادو هما لي كاليفورنيين رولز، عمرتهم بالافوكا والفخوماج والصومون والسوغيمي، كنقدموهم مع صلصه تكون صلصه ديال الصوجا مخلطه مع شويه ديال لاصوص وازابي. وعاد كاينه ديك لاصوص بانتاي صوص كتكون شويه سكري بيكونت زوينه. هاد لاصوص وازابي كتكون شويه حاره، كاين اللي ما كيقدرش عليها. المهم انا وريتكم الشكل النهائي ديال هادشي اللي صايبت، وكنتمنى يعجبكم ونتلاقاو في هوا جديده ان شاء الله. مرحبا بكم، كنتمنى يعجبكم هادشي. هذه هي النتيجة ديال لي سوشي اللي حضر الزوج ديالي معكم، نتمنى يعجبوكم صراحة، يعني بثمن قليل تخرجوا كمية كبيرة العكس اللي كناكلو يعني في برا، كنخلصوا الثمن غالي وكناكلو فيهم غير شوية يعني شي 6 و 8 ديال الحبات. كيف كتعرفوا هما غاليين بزاف، والصراحة هذه أسهل طريقة باش تحضروهم في المنازل ديالكم وتاكلوا وتشبعوا منهم، حيت هما لذاذين يعني واخا تاكل وحدة جوج ما كتشبعش منهم. صراحة أنا كيعجبوني بزاف، و فوالا نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم باش الناس اللي ما كتمشيش تقدرش تخرج تاكلهم برا تحضروا في المنازل ديالهم ساهلين. و فوالا نتمنى يعجبكم.